فالتقوى هي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله رب العالمين وصية الله للأولين والآخرين. وكيف يكون الرجل متقيا وهو يعكف ليلة على النظر إلى الحرام فضلا عن مواقعة الحرام، وكل ذلك على طرف البنان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن من هاجت به مرة شهوته فلم يجد لها تصريفا فعليه بالصوم، وعليه أن يحجز بصره عن التطلع إلى الحرام، وأما أن يسير في طريق الحرام سيرا حثيثا ويبذل فيه كل غال وثمين ثم يمني النفس بأن يعود سليما فهيات هيات.